اقبال على الطماطم واسعارها وايه سبب ارتفاع اسعارها؟ اقبال 10% 7%. سبب ارتفاع اسعارها مواسم الموسم من شتاء لصيف. بس ده سبب النهارده الكيلو ب 10 جنيه الطماطم. طيب هل زياده اسعارها قللت يعني قللت الاقبال؟ انا بقول لحضرتك كان عندي نسبه سحب 80% 100% طماطم عشان البيت ما يستغناش عن كده. عن الطماطم دلوقتي 5% 7%. طب وقف عليك بكام من كيلو جوه؟ القفص فيه حوالي 22 كيلو 21 كيلو بيقف ب 140. النهارده جايبه 140 جنيه. النهارده جايب القفص الطماطم ب 140 جنيه. طبعا غاليه جدا ما ينفعش 10 جنيه كتير قوي. ما ينفعش. طب هل حضرتك ممكن تستغني عن الطماطم؟ هجيب اقل واستعمل صلصه ولو ان الصلصه بتاعتي مش رخيصه. طيب ايه رايك في الطماطم غالية فعلا غالية جامد قوي يعني اسعارها عالية قوي على الشعب. انا راجل من الشعب الظروف تعبانة طبعا اجيب 2 كيلو طماطم ازاي كل يوم؟ الطماطم ب 10 جنيه 8 جنيه لا مؤاخذة 7 جنيه اللي هي التعبانة خالص ما حدش ياكلها يعني. طب ايه السبب في الغلوة؟ يعني جيبها ترميها للطيور. ايه السبب في الغلوة؟ سبب الارتفاع بتاعها يعني؟ ده انا حاجه ما اعرفهاش. الحكومه الاصوليه هي اللي يكون عندها السر يعني السر في الفلاح ولا الكيماوي غالي ولا عشان الجو حر هو اللي حرق الطماطم في الارض عند الفلاح كميه قليله مثلا اللي بتتزرع ما هو اعلم انا ما اعرفش. مش هي مش في الطماطم وبس دلوقتي ارتفاع الاسعار في كل حاجه وما بقاش في اي ضابط على اي تاجر من التجار ولحد النهارده احنا ما شفناش اي خطوه ايجابيه للموضوع. في سنه من السنين برضو احنا مش هنتكلم على مين كان موجود او مين مش موجود احنا بنتكلم على السوق نفسه بالنسبه للناس الفقراء. ارتفاع اسعار الدواجن كان فظيع جدا في رمضان. في سنه من السنين كانت برضو الطماطم اغلى بكثير من الفراوله او تقريبا من المانجا وقعدوا يتريقوا هنطبخ بالمانجا. يعني مفيش اي خطوه اتخذت لضبط الاسعار او التحكم في سعر السوق.